يعني ايه الاول روماتيزم؟ انا احس بايه؟ طيب ما دخلش الموضوع في شويه ارهاق، لا اصل انا تعبت النهارده، لا اصل انا شلت مش عارفه ايه، لا انا ما شلتش حاجه، ايه اللي تمام يحصل لي اقول ان انا لازم على طول اتوجه لحضرتك تمام واشك ان انا عندي روماتيزم؟ بالظبط. لو انا شلت حاجه حصل لي وجع يبقى ده مش روماتيزم خلاص، حلو. لكن لو انا ما شلتش حاجه وحصل لي وجع يبقى ده روماتيزم. لو انا صحيت من النوم لقيت صوابعي وارمه يبقى ده روماتيزم. لو انا صحيت لقيت المفصل ده وارم وبيوجعني، صابعي وارم وبيوجعني، يبقى ده روماتيزم. لو لقيت الركبه وارمه بس انا كنت لاعب ماتش كوره، ده مش تبع الروماتيزم. حلو قوي. لكن لو الركبه وارمه من غير ما اكون لاعب ماتش كوره، يبقى ده اسمه التهاب مفاصل، يروح لدكتور الروماتيزم. لو صابع الرجل الكبير ورم فجاه بدون ما يكون شايط كوره، شايط حاجه، خابط حاجه، يبقى ده روماتيزم. يبقى اذا اي مفصل يؤلم او يورم او يحمر او يسخن بدون ما يكون مخبوط، يبقى ده اسمه مرض روماتيزمي ويجي لدكتور الروماتيزم.